السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله. سيدي، احنا كنا كنفتخروا بك كشعب، ودائما كنفتخروا بك وكنبغيك من قلوبنا، لكن للأسف كنت كنظن أن ذاك اللقاء ديالك مع الشعب، أنا كأم ملي كنشوفك كنفرح وكنقول الحمد لله اللي عطانا ربي لوليداتنا ملك شاب بحالهم متواضع وما فيه كبرياء وكيحب الشعب ديالو وكيحب الابناء ديال الشعب ديال المغرب كامل. يعني ما كنتش كنتصور انك غادي تشجع القضاة على الظلم وتسجن ولادنا بهذه الطريقه، ما كنتش كنتصورها. الى غلطوا ايه، ولكن بيكون شد العقاب القاسي. ميمكنش تحرق قلوب شعب كامل باش تلبي رغبات الشلاهبية اللي دايرين بيك. هما ماشي من حقهم يتشدوا هاد الشباب، من حق هادوك اللي أخروا المشاريع وسبوا هاد المشكل المغرب، هما اللي خصهم يتعاقبوا ويتسجنوا ماشي ولادنا. حيت ولادنا كون كان موفر لهم هادشي وخرجوا تعطى حتى الإعدام قدامنا، نقولوا ظلموا ظلموا المملكة وظلموا المصاص النظام، ظلموا هذه أيتهم وجدوا عليهم. حنا نقبلوها نقبلوها كشعب نقبلوها، لكن لا لا ما نقدروش نقبلوا الظلم، ما نقدروش نقبلوا الظلم. حنا عايشين عيشة مزرية، حنا شفنا وباقي لحد الساعة كنعانيو نهار في حياتنا باش نبيض في المغرب وصابرين. وكيفاش هاد الشباب اللي بغيتو نتوما تمتعو حياتكم وتعيشوا حياتكم وهما ما يعيشوش حياتهم، تعديتو على ولادنا يا جلالة الملك. هذا خطاب موجه ليك انت بالضبط، موجه ليك. الله يجازيك بخير، ارحم وليداتنا. انت ما كتحاسبش اللي كيسرق الملاهر، ما كتحاسبش اللي اخر المشاريع وغلهم الفلوس ديالهم وخلى وليداتنا خرجوا كيغوتوا. كون كانوا موفرين لي كيفاش الفوسفات جوج البحور المعدن الفلاحة الملاحة وكل شيء، والمغرب اللور 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 دائما متأخر متأخر في التنمية. واش انت كتسامح دول كيغلطوا فيك وكيديروا معك كتكرمهم وما كتخلي ما تعطيهم وما تساعدهم، اللي هو شاهد قارتي صيفطي السجون. حرام عليك جلالة الملك، حرام عليك. كيفاش بغيتينا نقولوا عاش الملك وانت قهرتينا قهرتينا؟ هذا حكم ظالم اللي كيقول لك قضاء استقل، ما استقلش اللي كيحكم الاسم ديالك. لا حرام، اللي كيحكم بالاسم ديالك ما استقلش. كون كان استقل ما تحكمش عليهم بهاد القضية هادي، تنوض ضد القضاة وتقول لهم لا ماشي هما اللي خصهم يتحكموا بهذا الشيء، يطبوا ايه ولكن ماشي بهذه الطريقة. كفى كفى، نتوما اللي درتو خطأ، الدراري ما دار الشعب ما دار والو، نتوما اللي درتو خطأ. ماشي كتشهدوا نفسك أن السياسة ما عندكش البلاد، كتشهدوا نفسك أنهم لا السياسيين ما خدامينش معاك، كتشهدوا نفسك وفي الآخر كتلوم شعبك وكتمشي دي ولادو للحبس. لا مقبلوهاش منك جلالة الملك، مقبلوهاش منك، مقبولاش مقبولاش. مقبولة إلا كان ولادنا ظلموا، مقلوب مقبولة إلا كان ولادنا ظلموا شي حاجة داروا شي حاجة، أما باش يكونوا الخداع باش يجيبوا البلطاجية. حنا كلشي كتعرف بأنه الصحراء ما بغاتش تحرر لانهم كيشوفوا الظلم في المغرب، كيفاش غيديروا حتى يتابعوا وليلة، كيفاش غيديروا حتى يتابعوا وليلة. هما كيشوفونا حنا مظلومين، هما كيشوفوا الظلم كيشوفوا النهب. ترى وديالك هنا كتصيف المونة وكلشي كينقصوا منها كيبيعوها، انا بزاف ما يتقال، ولكن ما نقدروش نبقاو نقولوا ندويو، ما نقدروش نبقاو نقولوا. شحال ديال المسؤولين جاو عرياني للصحراء ومشاو شبعانين بالسفرة، اجبتي ليهم؟
يسرقوا الرافيطوما ويبيعوها ويسرقوا كاع الحوانت ديال الصحراء المدنيه ديالها. وانت يا علاش غنقول لك، نقول لك ناعس، نقول لك الله يحسن العوان، ما غاديش كل شيء على ظهرك، لا هنا ولا برا ولا كل شيء المهام على ظهرك. لا كان عيدروك، ولكن لا ما تكونش قاسي على وليداتنا، ما تكونش قاسي على وليداتنا جزاك الله. انا كنقول لك واحد الكلام اللي هو يا انا ما تصبح المصبح البيت بيت بيك وبنبيك، انا عمري قصير، ولكن هذا الشيء باش نقول لك انا راه شاب. هاد الناس كيديروا لك الفتنه مع الشاب ديالك، كيديروا لك الفتنه، راه فتنه هادي، لانهم ملي كيكونوا هما المسؤولين على هذا الضرر كلشي. كون كانوا داروا المدارس في وقتها وداروا المشاريع في وقتها، لان ما يخرجوش، ما يخرجوش، والله ما يخرجوش في الشارع ولا غوتو، غيبقاو دائما يقولوا عاش الملك، غيبقاو يقولوا بالقلب والخالص. اما دابا حركتي قلوب، حركتي قلوب، قلوب قلوب حركتيها، حركتيها، اش غادي نقولوا؟ نقولوا عاش الملك بزز، حركتي قلوب، جلالة الملك، حركتي قلوب. اعطف علينا واطلق وليداتنا واطلق سراحهم. انا نزيد كد الفكرة نقولها لك، المناضل وكنبغي وطني وعزيز عليا ملوك وطني، ولكن في هاد الحالة هادي قصيتي على شعب بأكمله. انا راه عندي غير بنت وحدة هنايا، ولكن هادو كلهم ولادنا. إذا كان الرضا الحقيقي الشعب كله، حنا ولاد بعضياتنا وخوت بعضياتنا وحباب بعضياتنا. قهرتينا يا جلالة الملك، قهرتينا. انا كنلتمس منك الرحمة على هاد الناس، كنلتمس منك الرحمة يا جلالة الملك، ارجوك ثم ارجوك قبل ما توقع شي مشكل في المغرب. هادشي ما كيفرحش، هادوك راه دايرين بك غير الشتاميه. راه حتى واحد ما كنقول لك راه زين في هادوك الناس اللي دايرين بك، وكانوا دايرين بك الناس اللي مزيانين، لا اللي كلفتيهم بالمشاريع ما يوقعش هادشي. كون كلشي تحقق للشعب، وكون كلشي، يعني حنا ما كنقولش حقق كلشي، الموت راه ما كتجي على غفله، حنا ما كنقولش حقق لينا كلشي، لا، ولكن على الاقل اي مشروع درتيه راه ما داروهش، اي مشروع سكتي عليه مشى تنسى. وفي الاخر ملي كيجيو الناس يدوي وكيقولوا لهم انتم دويتوا، علاش دوينا؟ الناس راه دوات على الحق، علاش الناس دوات على الحق ماشي على المركب؟ انا شخصيا كل كان عارفه من هو ظالمين هنايا، انا ما غيبقاش يرحل، ولكن هما مظلومين اللي خصهم يتشدوا. دائما كنقولها وكنعاود نكررها يا جلاله الملك، دوك اللي عطيتهم المشاريع وخلاوهم وكانوا نهبوا الاموال ديالهم، ما حاسبتيهم، ما دخلتيهم السجون، هما السبب ديال هاد الفتنه اللي كاينه دابا. والتمس منك الرجاء والرحمه والغفران جلاله الملك الحسن الثاني قدس الله ورحمه، الله يعمر ربي يرحمه ويغفر له. قال الناس إن الله غفور رحيم والوطن غفور رحيم، هو غفر الناس قتلوا عباد الله ودخلهم عقاب البلايص المخيرين. فاهمني علاش كندوي؟ فاهمني ما خصنيش ندوي، ولكن فاهمني علاش كندوي. وللأسف كنت بغيك تكون غفور رحيم، ما بغيكش تكون ظالم، ما نبغيكش تكون ظالم وانت عزيز عليا، وما نبغيكش تكون ظالم. إذا كنتي ظالم أنا راه هاديك المعزة ديالي نكون الكبدة ديالي، ما عندي ما ندير بيها، صافي نكر أنني مغربية معاك، نكرها. لأن علاش هما اللي داروا، هما اللي خصهم يستحقوا الشدة في الحبس، وهما اللي خصهم هادشي كامل. وكنترجاك يا جلالة الملك، كنترجاك كندوي من الحقة ديال قلبي على وطني وعلى أبناء الشعب، كندوي من الحلقة ديال قلبي، لأنني أنا خايفة. التصورات ديالي ماشية بعيد، كتقول لي المستقبل ماشي جاي، كيفرح. ما يبقاش يضحكوا عليك، الشلابية اللي دايرون بيك ما يبقاش يضحكوا عليك، راه الشعب ناين، وراه هادشي ما كيفرحش. حاول تخرج تصالح مع الشعب ديالك اللي كيبغيك، حاول تخلي المكانة ديالك في قلوبهم، وخلي عليك الشلابية اللي دايرين بيك. انا مزاوقة فيك يا جلالة الملك، يا جلالة الملك انا مزاوقة فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.